الالتزام. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، بدأت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي التجهيز لدراسة وتقييم التصميمات المقدمة من شباب النادي للوجو وشعار البطولتين، بعد الإعلان في وقت سابق عن طرح مسابقة بين الشباب بهذا الشأن. وقامت اللجنة بحصر التصميمات المقدمة لتقييمها واختيار الأفضل من بينها. وأكد الشريف أبو العنين نائب مدير البطولة أن التقييم سيكون بمنتهى الشفافية، فيما قد يتم اللجوء لشركة متخصصة في حالة عدم وجود لوجو وشعار مناسب من بين التصميمات المقدمة. وتقام بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس، وبطولتي أفريقيا للطائرة رجال خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 أبريل القادم. بينضم إلينا عبر الهاتف طبعا نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب كابتن خالد العودي. أهلا بيك. كابتن خالد أهلا بيك معانا على قناة النادي الأهلي. أهلا بيك أستاذ هيثم. طبعا كابتن خالد العوضي رئيس بعثة منتخب مصر ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مبروك الفوز الأول يا كابتن. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك يا استاذ هيثم، دايما معانا في كل الاماكن، والحمد لله ربنا كرمنا باول فوز النهارده على منتخب المغرب. دايما حضرتك سفير الانجازات وسفير البطولات دايما على شاشه قناه النادي الاهلي، كلمنا عن المباراه كانت سيرها ازاي؟ بص، كانت ماشيه ازاي؟ كانت ماشيه مباراه كانت رهيبه النهارده. كان منتخب المغرب قدم مستوى كويس على منتخب مصر، لكن قدرت تثبت لعيبتنا وقدرت لعيبتنا في الشوط الثاني يعني تقفل المباراه كويس، بيحصل خروج ودخول على منتخب المغرب، قدرنا نعدي الحمد لله 5 جوان الحمد لله. طب كابتن حضرتك شايف المنافسه ازاي في البطوله؟ يعني اكيد في فرق كتير مشتركه، شايف المنافسه هتكون ازاي؟ بص، اللي انا شايفه البطوله النهارده بعد اول يوم وبعد اول حاجه ما حدش جنبي دوشه عشان داخل على الافتتاح بتاع البطوله دلوقتي. الفرق اللي لعبت كلها فرق متقاربه المستوى، المستوى الافريقي اختلف تماما عن المستوى اللي قبل كده. في كيربون مجنسي 6 لعيبه من منتخب فرنسا او من الدوري الفرنساوي، اعتقد ان الاجواء هتكون مختلفه السنه دي في بطوله الكيربون 2018 بالنسبه لشمال افريقيا اللي كانت مصر او تونس او الجزائر، اعتقد ان في فرق هتختلف السنه دي وتشكيل فاينل بشكل مختلف تماما. طب كابتن، يعني اللقاء التالي لمنتخب مصر هيكون امتى ومع مين يا كابتن؟ بكره ان شاء الله اللقاء الثاني باذن الله مع منتخب الصنفة الساعه 7 بالليل بتوقيت مصر باذن الله. يا رب نتمنى باذن الله ان منتخب مصر يعدي المقابله. خلي بالك ان احنا بنلعب ماتش في استاد هيثم، عايزين نعدي عشان نوصل للهدف اللي احنا محتاجينه. عندنا هدفين في البطوله دي، عندنا هدف الحفاظ على اللقب بطوله افريقيا وده الهدف الاهم بالنسبه لنا، وعندنا هدف ثاني الوصول لكاس العالم 2019 في مارس. فيعني ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله نرجع مصر للهدفين اللي احنا محتاجينهم يعني. طب طمنا على حاله اللاعبين يا كابتن، يعني في مشاكل، في اصابات، في اجهاد، ولا كل شيء يسير على ما يرام؟ بص الحمد لله كلنا تمام. كان عندنا لعيب بس مصاب يحيى الدرع، كان هيستنى في مصر
لاعيب محترف وكان جاي مصاب من بره، لكن كل اللاعبين الحمد لله في حاله نفسيه ومعنويه جيده، وان شاء الله باذن الله يعني يفرحوا الشعب وزي ما بيقولوا ماتش ماتش كده هتتابعونا وهتلاقوا باذن الله فيها كويسه ايجابيه باذن الله في الاخر. الف مبروك يا كابتن خالد، وحضرتك دايما سفير يعني المكسب والسعاده في كره اليد، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك ليك كابتن خالد العودي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وطبعا رئيس بعثه منتخب مصر في الجابون لكره اليد. حرص عاصم حماده المدير الفني للفريق الاول لكره اليد الرجال بالنادي الاهلي على التواصل مع لاعبي الاهلي الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه بالجابون. واطمأن حماد على اللاعبين الستة وهم إسلام حسن ومحمد إبراهيم وممدوح طه وإبراهيم المصري وعمر الوكيل بكار ومحمد عصام الطيار فور وصول بعثة المنتخب إلى الجابون للمشاركة في البطولة. وكانت مسابقة الدوري قد توقفت بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة، فيما توج الفريق بلقب بطولة كأس الاتحاد التي أقيمت بدون اللاعبين الدوليين. فاصل قصير ونرجع لتابع أخبارنا العالمية مع نشرة الساعة 6 من قناة النادي الأهلي.